في نفس الصورة بقى برضو قرية قرية بتريحني بتريحني او قرية قرية كلمتين ثلاثة او هما كلمتين انما انما تحس فيها يا سلام راحة كبيرة ربنا بفران ان المتقين ربنا جعلنا من فين في مقام امين حلوة امين في مقام امين دي وحدها تساوي الدنيا وما فيها دي وحدها في مقام امين يعني مريح مطمئن مش خايف ما فيش حاجة في الصلاة محدش يقدر عليه في مقام امين امتى الكلام ده امتى يوم الفزع الاكبر في اليوم ده يوم الفزع ده المتقين وقتها فين في مقام